بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أبطالنا أبطال الصف الأول الابتدائي مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، وهو درس بعنوان تحديد الأنماط. تحديد الأنماط درس اليوم بمشيئة الله تعالى، فكرته تقوم على أنني أحدد النمط ثم أقوم بتوسيعه. بمعنى انظر في الصورة المقابلة أمامك، نجد أن هناك مربع أحمر، بعده أخضر، مربع أحمر، مربع أخضر، مربع أحمر، مربع أخضر، مربع أحمر، مربع أخضر. وذلك يعني أن وحدة النمط هي كل مربع أخضر بعده مربع أحمر بعده مربع أخضر، هذا هو النمط. إذن وحدة النمط تقوم على مربعين، أحمر أخضر وبعده أحمر أخضر وبعده أحمر أخضر. هيا نذهب إلى التدريبات ونحدد وحدة النمط. في مثال رقم واحد أبطال موجود أمامي مربع أزرق، مربع أخضر، أزرق، أخضر، أزرق، أخضر. من يحدد لي وحدة النمط؟ ممتاز جدا يا أبطال، وحدة النمط هي كل مربع أزرق بعده أخضر. طيب ماذا أفعل في المربعات الموجودة في الأسفل؟ أقوم باستخدام النمط بعد أن حددت وحدته أزرق أخضر، أقوم بتلوينه. بمعنى أنني أقوم بتلوين المربع الأول أزرق، المربع الأول ألونه أزرق، ألونه أزرق، وبالتأكيد نركز في ألواننا، نركز في الداخل ولا نخرج خارج المربع. أزرق، إذن أزرق بعده أخضر. أحسنت، ممتاز. نختار اللون الأخضر من بين أقلام الجميلة وأبدأ ألون المربع الثاني أخضر. نركز يا أبطال بألا نخرج شيء خارج المربعات، يعني هذا الخروج خطأ، يجب علينا أن نركز في أننا دائما نجعله داخل المربعات. ثم نذهب إلى المربع التالي ونختار بعده أزرق أخضر، إذن التالي على مين؟ أحسنت يا ممتاز، بطل ما شاء الله. نختار أزرق، نلون أزرق، وبعده أخضر، صح. ثم نكمل بهذه الطريقة، أزرق أخضر أزرق أخضر إلى ما لا نهاية. إذن بعد تحديد وحدة النمط أزرق أخضر أزرق أخضر، وهذه هي الموجودة هنا، هذه هي وحدة النمط يا أبطال، هذه وحدة النمط، كل مرة ألون بنفس اللونين، نفس اللونين، ممتاز جدا. هيا نذهب إلى المثال التالي. مثال رقم 2، وحدة النمط هي من يقول لي وحدة النمط؟ أسمع بطل يجاوب، ممتاز جدا. وحدة النمط هي ممتاز جدا، أحسنت. أحمر أصفر، أحمر إيه؟ أصفر. إذن كل مرة ألون مرة أحمر مرة أصفر، مرة أحمر ومرة إيه؟ أصفر. أو نختار لون الأحمر، الغامق، هذا هو اللون الأحمر. من بين ألوانك الرصاص اختار اللون الأحمر يا بطل وابدأ لون المربع. أحمر، بعد الأحمر، ممتاز يا بطل. أصفر، أصفر، ممتاز جدا. بعده أحمر، ممتاز. بعده أصفر، رائع. ونركز يا أبطال في ألا الخطوط تتعدى بعضها البعض، أي لا ندخل أو ندخل الخطوط بعضها في بعض.
ونكمل بهذه الطريقة، أحمر أصفر أحمر أصفر إلى ما لا نهاية. طيب في أشياء خرجت في الخارج من نفس كده، بمسحت الجميل وأبدأ أمسحها بسيطة، في النهاية يكون شكلي شكل مربعاتي شكلها جميل. طبعا موجود مساحتك أنت أجمل من مساحة الكمبيوتر. ممتاز يا بطل. طيب نذهب إلى المثال التالي. ها، من يحدد لي وحدة النمط في مثال رقم 3؟ ها يا أبطال، أحسن، ممتاز يا بطل. أسمع ولد يجيب بصوت واضح، أصفر بعده أزرق، إذا وحدة النمط هي أصفر أزرق. إذا ماذا ألون في المربعات الموجودة؟ ممتاز جدا، كل مرة ألون أصفر بعده أزرق. المربع الأول لونه أصفر، المربع الأول لونه إيه؟ أصفر، لون أصفر يا بطل في المربع الأول. أصفر، والمربع التالي أزرق، ممتاز جدا. ها بعده أصفر، بعده أزرق، أصفر أزرق أصفر، وإلى أن ننهي النمط. المثال رقم 4، وحدة النمط، من يحدد لي وحدة من النمط في المثال رقم 4؟ ها، 4 يا أبطال، أحسنت يا بطل، وحدة النمط هي، ممتاز جدا، أحمر بعده أخضر، أحمر بعده إيه؟ أخضر. إذا نأخذ الأحمر، نلون أحمر، نلون باللون الأحمر، أحمر، وبعده لون أحمر، أحمر يا بطل، ممتاز. أحمر أخضر، أحمر أخضر، أحمر أخضر، وبكده نكون هنا تحديد النمط، ممتاز. نذهب إلى المثال التالي، مثال رقم 6. نستخدم ألوان من اختياري، اختار اي الوان وابدا الون بها، الاحمر واخضر ازرق، المهم تختار وحدة نمط تحدد بها الوانك. انا مثلا هختار لون احمر مع اخضر، او اخضر في الاول وبعدين اختار احمر، اذا الون اخضر وبعده احمر ثم أخضر أحمر أخضر أحمر. وبذلك تكون قد انتهينا من درس تحديد الأنماط. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد فهمنا، والسلام عليكم ورحمة الله.